كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ شو في ما في؟ أنا اليوم فايقة، يعني مصري زمان فايقة بس يعني نوعا ما متنشطة. حتى ماما وعمار هلا اجوا من السوبر ماركت وجايبين معهم غراض. تمام، طبختنا اليوم حتكون حنسوي يالانجي مقبلات، حنسوي يالانجي لأنه كتير بنحبه، وكمان حنسوي ماما يا ماما ماما وعأساس قبل ما نام كنا مفكرين انه نعمل فركة البطاطا، بس ما بعرف اذا ماما غيرت عمار ماما غيرت رأيها؟ لسه على رأيها صح؟ لسه على رأيها انه نسوي مفركة البطاطا ويالج يعني مو مفركة البطاطا، بطاطا بصينية بجاج قصدك. ماما مغيرة رأيها بدون ما تقلي، شايفين بنام على شي في عشي. المهم ما رح نعمل فركة البطاطا مع انه كان جعبالي كتير، حنعمل بطاطا بصينية بجاج بالفرن. شلون بيقولوها؟ وانتو كمان شو عاملين اليوم؟ شو حتطبخوا؟ اهم شي بدي فك شعراتي مشان نشوف النتيجة مع بعض، وغير هيك بدي قوم بلش باليارانجي لانه بده وقت بين ما نلفه، بس حنساعد انا وماما وسيدرا بلف اليارانجي. خلينا نبلش هلا نفك الشعرات. حتى انا كنت متحمسة مع اني عاملتها قبل، بس انه صلي زمان ما عاملتها، صلي زمان بدي حتى شوي هيك بلاش. بلش هلا نفك الشعر. تمام، فكيناها من ورا، شوفوا منظري من قدام كيف. هلا بنفكها هيك من قدام. اوكي بسم الله. يا هون كتير كتير، ليش هيك؟ شو عملت انا؟ شو مخبصة؟ شو مخبصة؟ فهموني شو مخبصة. خلص حاترك شعراتي هيك، شو رأيكم؟ بس هون لازم اعدل عليه. هون انا شو صاير فيني مو حطيت الشكله هيك، وكمان هي اجت كتير هيك فقصيت على راسي. حنقيم هلا المطاطا، يعني مو لازم يتني ويس، يعني انه احس هلا المطاطا بنشوف هلا. بما انه انا شعري خفيف ومع المي ويا دوب ياخذ هاي اللفه، حجرب وشوف اذا اخذ اللفه بس مع الزيت. وحتى الشعر مو حابه تنفك ببطاطا وبالمطاط. عليكم بالنكشه هلا برتب شعري، ما تشوفوا شعري هيك منكوت. والله شكل النتيجه حلوه يا زلمه، شوفوا شوفوا، شايفين انا عم شوفه؟ شكل النتيجه كتير حلوه، شايفين؟ واو. بس بدي فكهم وحده وحده هيك، يعني هيك وحده وحده. خلصنا من هاي. واو عن جد واو، بتصدقوا احلى من لما بعملهم بالحراره بالليز او الجهاز. هيك هاي خلصنا نفك اول وحده. شوفوا قديش حلوين، كتير كتير حلوين. هلا ما عليكم ما رح يضلوا هيك. شوفوا قديش حلوين، كتير كتير حلوين. هلا ما عليكم ما رح يضلوا هيك، حافردهم بس خلوني شيل الثانيه. يعني انا اوكي توقعتهم بصراحة يعني يصيروا ويفي، بس مو لهالدرجة لانه شعري ما كان مي، بس لسه اتخيلوا بيصيروا اكتر من هيك ويفي. بس لازم شعركم مثل ما قلت لكم امبارح يكون مبلل اقل شيء 30-40% معي. بس انا ليش كمان استخدمت سيروم؟ سيروم اذا بدكم تستخدموا هي الطريقة وشعركم يكون ناشف، فحطوا السيروم قبل ما تبلشوا، قبل ما تمشوا بهي الطريقة
حط السيروم. واو 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 الله عليك يا سوسو. شايفين شايفين جمال اللفة؟ هيك ما بيكون أزينا شعرنا. ونمت وفقت ولقيت شعري وقال لي ليش بهالحركة؟ حسيت حالي كثير ناقشة حالي. لا بس هون شوي اللفة يعني ما بعرف، حاسه شوي اللفة هون زعلانة مني كانت، ما بعرف. المهم أكيد ما راح أترك شعري هيك. شو راح أعمل هلا؟ هلا أنتوا فيكم تفردوا شعركم بالمشط إذا عندكم مشط عريض. هلا انا ما عندي، وغير هيك حتى لو عندي انا بحب افرده بايدي. هلا نشوف النتيجه. واو عن جد واو. شو رايكم بشعراتي؟ والله كأنه عاملتهم بالصالون. حتى شوفوا 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 الفيديو اللي صار، كتير حلو كتير حبيت عن جد. مو كأنه أنا عاملتهم، كأنه عاملتهم أصلا بالصالون. شو رأيكم ماما؟ والله تعي شوفي يا ماما، شوفي تعي شوفي، تعالي شوفي والله تعي شوفي. شو رأيك؟ تخيلي هاي الحركة اللي عملتها مبارح ونمت من دون حرارة من دون أي شيء، وصحي وصحي ما بيحرق الشعر. لك السيدة مفلوشة فيني. هلا حفوت على مطبخي وشعراتي مرتبين. عادي ما في قلي اليوم، ما في قلي، فيعني هيك انبسطت فيهم كثير. بدها شعراتها مشان تفوت تطبخ. لا بس امبارح ما بعرف ليش اجتهيت هيك، فقلت بسويهم يعني، وين المشكلة؟ شو رأيك؟ وانا عن جد كثير مبسوطة فيهم. شو مشان عينيك لابسين اسود باسود؟ ايه عن جد اليوم انا. شو رأيك؟ وانا عن جد كثير مبسوطة فيهم. شو مشان عينيك لابسين اسود باسود؟ ايه عن جد اليوم انا. ماما انبسطت لانه قلت لها هلا من شوي وصلت تبعيت التوم. هلا بصراحه اللي عندي انكسرت، ما كان ظريف. هلا هي اللي جبتها كثير كثير ظريفه على ما اعتقد. اي تبعيت التوم لانه من شكلها يعني شكل علبه باين، لانه اصغر من هيك مالي مصيه انا من التطبيق. اوكي خلينا نشوفها مع بعض. هي جبتها كمان من تطبيق ترنديول، يعني حتى غراب مطبخ عندهم اشياء بتجنن. تعي ماما شوفيها. شو بتستنى هون؟ هاي بدي يلا غيرها، خليني بس افتحها. بدي مقص، مقص الدرج. وين المقص؟ اعطيني يا عمار. شو عم بيعمل هيك؟ وين بدي افتح؟ ماما مش كان حيط. أيوة أنت تعالي لأمي اتصلي يا عمي، أصلا بدي أطلعه. آه تمام. تي هي تبعيت التوم يلي جبتها قوية، حتى مسكتها أريح من هذيك اللي كانت عندنا. على فكرة شوفي بنعمل هيك، حتى هي مثلا استني شوي جنة اتصلي على واحدة ثانية، ما بدي هي رقيقة ليكي. ها ماما رقيقة مسمكة. ماما عم تقلي وصلنا على وحدة. هي تبعيت التوم، حطي التوم هيك خلص. تبعيت التوم تبعيتي انكسرت، فانبسطت انه وصلتني اليوم بما انه فتت على المطبخ. وصلتني قبل ما افوت على المطبخ، يعني ترنديول عارفين اني انا فايتة على المطبخ، فحن قلبهم علي وبعتولي تبعيت التوم. المهم حاطط لكم اللينك هون. بلش طلع الاغراض من الاكياس اللي جابتهم ماما. هلا هون ماما عم تقول لي جايبه نوعين ورق عنب، ورق عنب عادي
الجودة. يعني هذا نوع او هذا نوع. بس نحن حنسوي الاثنين ونسلق الاثنين. فقبل بس هون تعملون ميكس كل واحد عشان نشوف شو الازرق. يعني انا طلعت طنجرتين مشان الاثنين حسويهم. بتعرفي شو تعملي؟ بس الرميز الاول حطيه بالتحت والرميز الثاني حطيهم بالطبق الثاني. ماما ما يحطون كل واحد الطنجره. خلص نحن هيك نسوي الاثنين. بس والله شكله مزراف. ما بديش حاسه انه هذا شكله. بس هات الزلمه مشان البطاطا اللي تحت المجده. ييه كانه صلح شو اسمه؟ ايه صلح صلحوا لي الباب. شايفين هات هذا كان مخلوع. ورجيتكم اياه امبارح ما في باب ابدا. طبعا انا نزلت جبته للزلمه وطلعتني فوق راسه حتى سوا هون. المهم سالته على الدايت. ايه قال لي اوكي بنحط من هون من تحت. قال لي اذا بدك الافضل لك انه تحط هيك على الدايره من فوق. قلت لك انا انت ما عم تفهم علي. انا بكل عم يقول لك الصالون لك بسقف المطبخ. قال لي اوكي بيصير. روح له شو اللي ذات مو لازم احنا نجيبه؟ لا هو يعمل لي كل شيء يشتري لي كل شيء هو بس يجي يركب. ما بدي لك انه اشتري لي ذات شفته وين؟ لا لا انا بدي هو يستلم. اوكي سوا يعني انا رقمي معطيني انه خير ليك. لا احزن شو وين بدي يجي هلا؟ استنى شوي لك مشلوشين نحن هلا لنطبخ. كثير متحمس لنطبخ. بس شو مثلا هو المسا فينا ندق له لاني انا حابه زود اضاءه بالمطبخ. ايه لازم انه والله لانه انا بعرف نوري كافي. بعرف انه نوري كافي. بس حقيقتي بحالي انا زياده عن اللزوم. ما علينا. شو كان بدي اعمل؟ كان بدي لسه عندي غراض هون ماي بالبريك كافي. حقيقتي بحالي انا زياده عن اللزوم. ما علينا. شو كان بدي اعمل؟ كان بدي لسه عندي غراض هون ماي بالبريك كافي. بدنا نبلش نسلق. هلا حنسوي هيك المي ورق العنب. بس صدقوني انت وامي حذر. شو راح احط ورق العنب كيف ما كان؟ راح احط اول قطره ميزو ثاني قطره ميزو. ميزو هنيك والدجاج بلش هو يسوي. اوكي جايب ماما كانه بدها تعمل الحله. جايبه الفريز. ايه قلت لك لا بدها تعمل بالجيلي. بالجيلي؟ قلت لك انا على بالجيلي بالفريز. بحس كستر. عجبتني الموضوع كستر والله كثير طيبه. عجبتني أبجلي؟ قلت لها أنا أبغى جيلي بالفريز. بحس كستر. عجبتني الموضوع كستر والله كثير طيبه. عجبها الموضوع. لا جيلي. إيه والله ليكو شو جايبه هون ماما؟ جايبه كرز جيلي وجايبه هون الفواكه المشكله. ماما ليكم شو أنا شو مكتوب هون؟ يا ماما يا كرز. ماما ما رح يصير طعمته زهره صدقيني. هي في فواكه بعمل لك بالفواكه والكرز بعمله لعمار. يا بنت الله الكرز عادي عادي عادي. ماما بتقلي انا جايبه بالفريز. شايفه يا بنت الله الكرز عادي عادي عادي. ماما بتقلي انا جايبه بالفريز. شايفه بس روح انا على السوبر ماركت كيف فشل لك قلبك. لك يلا اشتري لي بس انت كنت ساكت. عمار بليز بليز بس هدول بالبراد بالفريزر. لا ما عم بضل فيني والله ما في. جرجير اهم شيء جرجير. مع انه عندنا جرجير بس عادي 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 عادي. يا ويلي البراد من هذا براد الشام. يا الله قديش طيب حامض ولذيذ. في السنة ما في مكان بالبراد. ما بعرف شو بدنا نعمل. عمار وسع 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 موز كمان. هذا ليمون. ماما ملقيت اصغر من صح لك. صح لك اخي هيثم اليوم جايه بس مو جاي من السويد. فوصل ما بيوصل للفجر يعني سحور اليوم بتسحر معنا والله. عمار عم بتواصل معه من الصبح وانا نايم. هاي موز مشان الحلا. لازم اعمل الحلا بما انه هيثم هون. لازم ولا اعمله بكره بعد بعد الفطور لانه هو اليوم التوين تبعي اللي بحب المتة. بس احنا ما قالوا لك ما بحب المتة. بس احنا بنشرب متة. لا هو مدمن مثلي. بس هيثم مدمن مثلي. هيثم مدمن مثلي. بس هيثم ما بيشرب مع سكر ابدا ابدا ابدا. يا الله. بس احنا ما قالوا لك ما بحب المتة. بس احنا بنشرب متة. لا هو مدمن مثلي. بس هيثم مدمن مثلي.
هيثم مدمن. هيثم ما بيشرب مع سكر ابدا ابدا ابدا. يا هلا.